بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد كان من حفظ السنن اللي بذل يعني فيها الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم الجهد الكبير، وبرضو ثم من تلاهم من التابعين ثم من تلاهم من تابعي التابعين، إنه اعتنى العلماء المتقدمون والمتأخرون اعتناء الحقيقة شديد جدا وواضح جدا عن طريق وضع تآليف متنوعة المضامين حول الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. ونكب العلماء على محاولة إبراز فضائل الصحابة الكرام ومناقبهم والتنويه بقدرهم وبجهودهم العظيمة في رواية الحديث وبجليل الأعمال اللي يعني بادروا إليها سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى يعني لأي قارئ في سير الصحابة الكرام الدور الكبير اللي قام به أولئك الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم في حفظ الدين، وكمان جهود الصحابة الكرام العظيمة زي ما أشرنا قبل كده في الرواية، عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لأنهم رووا أحاديث كتيرة جدا تلقوها غضة طرية من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بجانب أنواع السنن الأخرى اللي شافوا النبي عليه الصلاة والسلام، السنة الفعلية، ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يقره النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا من أنواع يندرج تحت السنة. فاستوعب الصحابة مضامين السنن سواء السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية، فاستوعبوا مضامين السنة وأسس كمان، استوعبوا كمان أسس التشريعات الواردة فيها، استقوا منها الأحكام، واستقوا منها المنهج، واستقوا منها القواعد اللي عاشوا بيها. وبعد كده الصحابة الكرام اجتهدوا في نشر ما تلقوه من الهدي النبوي في كل الآفاق رضي الله تعالى عنهم، وسعوا إلى بث
تلك الروايات عن طريق الروايات المختلفة اللي هم بيروها عن النبي عليه الصلاة والسلام، في سعوا إلى بثها في الكثير من المواطن التي حلوا بها رضي الله تعالى عنهم، لأنهم طبعا الصحابة كتير منهم سافر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ومع سفرة كل صحابي جليل منهم تعليم للأمم التي حلوا بها بأرضهم مقيمين. وحفظت لينا الحقيقة أو حفظت لينا برضو مدونات السنة النبوية المطهرة، الآلاف المؤلفة من الآثار النبوية اللي بيعود الفضل في نقلها ووصولها إلينا إلى جمهرة كبيرة من رواة الصحابة الكرام اللي هم عكفوا على حفظ ميراث النبوة الشريف. ومش كده وبس، مش الحفظ عن طريق الإثبات وفقط، ولكن كمان قاموا بدورهم في تعليم السنة النبوية المطهرة، فبدأوا يلقنوا ذلك إلى من تتلمذوا على أيديهم من التابعين، وبالتالي التابعين علموا تابع التابعين، وهكذا إلى أن وصل هذا العلم الشريف إلينا. ولذلك مع تطور وتنوع حركة التأليف في مجال السنن في زمن التابعين وتابع التابعين، خطأ التأليف والتصنيف في مجال السنة يعني خطوات كبيرة أخرى على يد أئمة كرام من أهل العلم عاشوا في القرن الثاني وقليل من القرن الثالث، لأنه رأى بعض العلماء إن هم يجمعوا يعني وصلوا إلى طريقة في تجميع الأحاديث مبتكرة بالنسبة لهم، إن هم يجمعوا الأحاديث اللي رواها كل صحابي في يعني دي الأحاديث الخاصة بالصحابي الفلاني، يجمعوا كل الأحاديث التي رويت عن سعد بن أبي وقاص، رويت عن أمنا السيدة عائشة، سواء من الرواه الرجال أو من الرواه النساء، فألفوا ما يسمى بالمسانيد. ومش ألفوا بس في المسانيد، ده ألفوا كمان في الرواة نفسهم، هذا الفن الراقي اللي ابتدعوا المسلمون ابتدعوه كان الحقيقة انفراد ومن بركات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وألف المسلمون كمان في غير هذه الموضوعات من الموضوعات المهمة اللي هي متعلقة بعلوم الحديث الشريف. هرجع لكلمة المسانيد، هذا النوع من التأليف اللي بدأ ينتشر وياخد شكل زي ما قلنا لحضراتكم تنظيمي كده لتجميع الحديث الشريف. المسانيد جمع كلمة مسند، يعني مفردها مسند، وده مصطلح بيطلق على الكتب اللي بتجمع أحاديث كل صحابي من الصحابة على حدة وتضعها في باب لوحده وتسمي الباب ده باسم ذلك الصحابي. كمسند مثلا لو حبينا نقول في أحد هذه المسانيد تجد مثلا باسم مسند عبد الرحمن بن عوف مثلا، يبقى في المسند ده داخل الكتاب كل الأحاديث اللي رواها عبد الرحمن بن عوف من رواة الصحابة يعني. ومسند مثلا من رويات النساء أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فتجد مسند السيدة عائشة، يبقى كل الأحاديث اللي روتها أمنا السيدة عائشة نجدها في هذا المسند. الحقيقة من أقدم هذه المؤلفات اللي ظهرت في زمن التابعين مثلا مؤلف لأبو داود الطيالسي، وده يعني في 132 هجرية والوفاة بتاعته 204 هجرية، يعني في زمن مبكر. نعيم بن حماد بنفس الوضع، توفي 128 هجرية، وغيرهم يعني هذا النمط من التأليف في هذا العصر المبكر ظهر بإجادة المسلمين لنوع من التأليف لحفظ هذا التراث العظيم بطريقة، يعني نقدر نقول إنه لجأ المؤلفون إلى هذه الطريقة من التأليف والتصنيف بغاية إنهم يسهلوا الوصول أو يسهلوا على طلبة العلم الوصول لمرويات الصحابي الذي يريدونه. فبالتالي ابتدعوا هذا اللون من التأليف والتصنيف تسهيلا على طلبة العلم.
والحقيقة إنه تعددت برضو الطرق في الترتيب داخل المسند. إحنا بنقول المسانيد دي كل مسند باسم صحابي بتروي فيه أو بيكون فيه كل الأحاديث اللي هو رواها، لكن الترتيب بقى بين أسماء الصحابة داخل المسند نفسه، كل مسند من هذه المسانيد بتختلف من مؤلف للتاني. طريقة ترتيب الأحاديث في المسانيد مثلا بتعتمد يعتمد الترتيب في كتب المسانيد بالدرجة الأولى مثلا على أسماء الصحابة دون النظر إلى موضوعات الأحاديث اللي بيرويها ذلك الصحابي، فتجد مثلا في داخل كل باب بيجمع مرويات الصحابي المعين ده، مثلا عبد الرحمن بن عوف، مسند عبد الرحمن بن عوف كل الأحاديث اللي رواها مثلا عبد الرحمن بن عوف، وهكذا في سائر الصحابة الكرام من الرواة. لكن المسانيد الحقيقة لأنه مش بس هي مسند أو اتنين أو تلاتة، لا ظهر عدد كبير من المسانيد واختلفت فيما بين بعضها على أساس الترتيب بين أسماء الصحابة. يعني من المسانيد ما كان الترتيب، طريقة الترتيب بتاعته لأسماء الصحابة من حيث الأسبقية إلى الدخول في الإسلام، فبدأ يرتب المسند من اللي أسبق في الدخول إلى الإسلام ويبتدي يرتب المسند على أساس كده. فمثلا ابتدى بأسماء، شوفنا ده في أحد المسانيد، ابتدى بأسماء العشرة زي المسند الإمام أحمد بن حنبل، أسماء العشرة المبشرين بالجنة، ثم من شهد بدرا من الصحابة، ثم بعد كده حضروا أو صلح الحديبية، ثم من دخل في الإسلام وهاجر في الفترة اللي هي ما بعد الحديبية وقبل الفتح، ثم من أسلم يوم الفتح، ثم بذكر مثلا الصغار من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم النساء من الصحابيات الراويات، لأن النساء موجودين في كل كتب الحديث في رواية الحديث، وذلك زي بالضبط يعني ممكن نراجع نفس هذا الشكل من الجهة الترتيبية العلمية اللي ارتضوها في ذلك الزمان، ترتيب مثلا مسند الإمام أحمد ابن حنبل. احنا بنعرض ده عشان نشوف جهد المسلمين تجاه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وانه اجتهد العلماء المسلمون في مش بس بعد ما كان الامر بالتدوين الرسمي العام وانها تجمع جمعا رسميا زي ما ده بدأ في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز، لا بعد كده جهد كمان منذ هذه الدعوة وعمل العلماء دائم إلى وقتنا الحاضر. تيجي مثلا تبص على أنواع أخرى من المسانيد، منهم اللي اعتمد في ترتيب المسند بتاعه على الحروف الأبجدية لأسماء الصحابة دون اعتبار آخر. يعني احنا قلنا الاعتبارات اللي ذكرت في بعض المسانيد، ابتدوا ازاي يرتبوا المسند لأنه كم من الصحابة رواه، لكن في قال لك لا انا هرتبهم الترتيب الابجدي دون الاعتبار الى امتى دخلوا الاسلام او من اللي كان قبل الهجره وبعد الهجره وهكذا وفق ما اشرنا اليه. والترتيب ده كان اسهل في الوصول الى احاديث الراوي اللي بيدور عليه الباحث او طالب العلم. يعني مثلا اعتمد الطبراني ده في المعجم، اعتمد الامام الطبراني في المعجم الكبير على الترتيب الابجدي، و سارة عشان كده سماه المعجم لأنه الترتيب أسماء الصحابة وفق الترتيب الأبجدي. ومن أنواع المسانيد اللي ظهرت ما كانت مقتصرة على مرويات راوي واحد، تلاقي مسند لفلان بعينه كل الروايات بتاعت فلان، أو بعض المسانيد تلاقي مجموعة من الرواة من مثل الصحابة، يعني زي مثلا نقول ايه مسند ابي بكر، مسند المقلين اللي كانوا مقلين في روايه الحديث الشريف. احنا بنقصد من هذا العرض اثبات الحديث في وقت مبكر بعد قبل زمن الدعوه اللي دعاها الخليفه عمر بن عبد العزيز بان احنا يبقى فيه تدوين رسمي عام، واهتمام شفنا زي اهتمام الصحابة وبعد كده اهتمام التابعين الكرام ومن تلاهم، وبعد كده بعد الدعوة إلى تجميع سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو التدوين الرسمي للسنة، وحركة العلم الدائبة المتقدة
بين العلماء تجاه سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبنقول إنه بعد كده ظهور المؤلفات والمصنفات اللي ذاعت وانتشرت، الأساس بتاعها هذا الجهد، يعني دول قاموا على دول. يعني بنشير من خلال هذه المؤلفات ومن خلال إبراز مدى اجتهاد أصحابها في الجمع، تارة جمع السنن، في التصنيف والتأليف بطرق مبتكرة، تارة أخرى بيتضح من وراء ذلك جهود المسلمين العظيمة في العناية بالسنن، سنن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان بعد كده أما هنشوف إنه في مصنفات بدأت تظهر اللي بيهجم عليها من لا يعلم وفاهم إنه جاب الأحاديث دي كده من عنده مع إغماض متعمد لعناية المسلمين بالحديث قبل كده، اللي فات ده واللي قبله من زمن الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لمن تلهم حركة علمية دائبة متطورة، ومتطورة تطور طبيعي في مجال العلوم والترقي في مجال العلم الطبيعي، مع طبعا توفر أدوات الكتابة، كثرة عدد الكتبة. إذا أنا بنظر كده باستقراء للتاريخ منذ زمن النبي الكريم بزمن والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وجهدهم في رواية الحديث، ثم زمن التابعين، ثم تابع التابعين، ثم تابعي تابع التابعين، وهكذا هنجد حركة شديدة وقوية ومخلصة في العناية بالحديث النبوي الشريف. فلما نيجي النهاردة نسمع عن بعض المؤلفات التي اشتهرت بين المسلمين، هذا الجهد يسبقه جهود، هذا الجهد قام على جهود سابقة. فما اجي النهاردة أطعن في سين وأطعن في صاد دون وعي بهذا التطور في العناية بالحديث وعلوم الحديث بعد ذلك، يبقى أنا ده ظل لعمل المسلمين العلماء الأجلاء في العناية بالسنن، يعني في عنايتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فرضي الله تعالى عن العلماء الأجلاء في كل جيل، رضي الله عن الصحابة الكرام وعن التابعين وعن تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، اللهم في كل وقت وحين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين.
مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع. نذكر بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا، بنستقبل أسئلة حضرتكم عليها، بنجاوب عنها في اليوم المخصص للرد على الأسئلة اللي بتفد على صفحتنا. احنا بنلتقي وإياكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء، بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبناخد أسئلة حضرتكم على الهواء مباشرة قدر استطاعتنا، بنحاول نجاوب عن أغلب الأسئلة في ذات الحلقة. يوم الأربعاء هو اليوم المخصص لأمرين، الرد على الأسئلة اللي بتيجي على الصفحة، وكمان بنعرض فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة، الفقرة اللي كانت بتذاع يوميا في شهر رمضان المبارك، بنبتدي نعيدها بالترتيب اللي احنا ماشيين بيه. احنا ماشيين من سورة الناس فصاعدا بنفس الترتيب اللي احنا ماشيين بيه وكنا ماشيين بيه في رمضان، بتتعرض الفقرة كل يوم أربعة. أستاذة إيمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بيك يا أستاذة. إزاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله يا ست الكل، الحمد لله رب العالمين. أنا بحب حضرتك جدا جدا جدا. أكرمك الله وأحبك الله الذي أحببتني فيه، ربنا يحفظك، تفضلي فندم. أنا كان عندي سؤال لحضرتك بخصوص أضحية العيد اللي عاد. تفضلي فندم. العيد اللي فات احنا ذبحنا الذبيحة وخلصنا، فكانوا اخوات جوزي هم اللي كانوا مسؤولين عن التوزيع، هم المسؤولين يودوا فين او ما يودوش فين، فجيت انا ما عرفتش هم طلعوا ايه وما طلعوش ايه، وجم في الاخر عطوا لكل واحد فينا نصيبه، احنا اربعه. فبعد كده عرفت ان هم ما طلعوش يعني زي ما المفروض ان هي تطلع، يعني المفروض هي بتطلع التلتين والتلت لاهل البيت. فهم ما طلعوش، حتى اللي طلع ما يجيش التلت. قصدك ما التزموش التلت والتلت والتلت، طلعوا تلتين لمين؟ ما طلعوش، يعني اللي طلعوه كان جزء بسيط، او مش المفروض كان يطلع مثلا تلت للفقراء والتلت للاقارب والتلت لاهل البيت؟ انا هشرح لك المساله دي، لان هي دي على الاستحباب مش على الالزام، لكن يعني هم اللي خدود عملوا بيه ايه؟ مش هم كاسره يا دوبك كان على قد الاسره ولا ايه؟ لا، هي كانت الذبيحة كانت كبيرة، فاللي فاضل احنا اخدناه قسموه علينا احنا الاربعة، احنا اربع اسر بس. يعني احنا مثلا الذبيحة دي اكلت كم اسرة تقريبا؟ يعني مش فاهم حضرتك، يعني اتوزعت على الاسرة بتاعتهم، ولا انت قصدك ان هم خدوا يعني خدوا اللحمة ليهم هم، ده اللي انت عايزة تقوليه؟ ايوه انا قصدي ان هي كان المفروض يطلع لله اكتر من اللي طلع. ما يمكن العيلة بتاعتهم كبيرة يا دوبك اتوزعت على قرايبهم، ده اللي أنا بسأله، ولا أنا حد شخص بعينه خد كل حاجة لنفسه، ده اللي أنا بسأل فيه. لا، هو اللي اتفضل يعني بعد ما وزعه لله اللي اتفضل اتقسم علينا احنا أربع رجالة حرمهم بأولادهم. حاضر. والسؤال الثاني اتفضل. أنا كنت يعني إيه ملتزمة على قد ما بقدر قوي يعني في الصلاة، وكنت بقرا في المصحف والاذكار والتسبيح والكلام ده، بس بقالي فتره مش عارفه اركز قوي في الصلاه، وحتى المصحف بعدت عنه فتره طويله. بتصلي؟ لكن بتصلي؟ بصلي بس ببقى داخله بدون على بدون بدون الخشوع اللي كنت عليه قبل كده. واللي مزعلني اكتر ان انا كنت مثلا كنت مخصصه لنفسي مثلا اختم كل شهر. دلوقتي انا بقالي 3 شهور ولسه ما خلصتش يعني 10 اجزاء، مش عارفه في ايه، كل ما اجي اروح عند المصحف مش عارفه حاجات، اقول مثلا هخلص دي واروح هخلص دي واروح، واجي اقولها الاذكار اقول اول الاذكار وبعد كده الاقي دماغي دي راحت في غيبوبه تانية خالص. انت انا كنت بقول ايه واروح يعني فين افوق؟ بتتلهي في البيت يعني ما بقيتيش بفوق بقى بعدها شويه كده اقول لنفسي انا كنت فين؟ انت كنت عاده بقول إيه؟ كنت بتبتدي الاذكار بتاعتك اول حاجه الصبح ولا بعد الصلوات؟ يعني كنت بتنظميها ازاي؟ لا يعني مثلا كنت بقوم اصلي الضحى قبل الظهر مثلا واقول الاذكار، الاقي دماغي راحت في حاجه تانية، افكر في كذا حاجه تانية، تهمل اللي انا كنت طيب فيه خالص. فانت بتساليها في النقطه دي. حاضر يا ايمان، شكرا. استاذه رانيا،
يا أستاذة رانيا، أين رانيا يا شادي؟ أستاذة سميرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي حضرتك؟ أهلا ما بيك شاء يا الله أستاذة سميرة، أهلا ما وسهلا. شاء الله تبارك الله فيك، يا ربنا ربنا يا رب يحفظك يا رب. يديك علم ويجازيك كل خير عننا يا آمين رب. آمين والله الواحد أجمعين. بيعزك قوي، واول ما بتقول القرآن والاحاديث والله الحمد قلبي لله بيرفرف كده من صوت الحمد حضرتك لله، الجميل ده. شكرا لحضرتك، شكرا ما جزيلا. شاء الله ربنا يبارك لك يا رب. آمين حضرتك آمين أجمعين. اتفضلي انا فين. في ناس بتديني امانه ان انا اعمل لهم الاكل، بس مش ناس ياما كتير يعني، ده هو محل كده صغير وبعمل له الاكل مش كل يوم برضه. بصي حضرتك، انا لما باجي اعمل الاكل انا بخاف ربنا، بس لازم ادوق اشوف الاكل كويس ولا لا. يعني هل كده الامانه؟ نعم. حضرتك بتجهزي اكل الناس و لا لا، هم اللي بيجيبوا الاكل حرام، عشان دول المحل ومش بيقدروا يعملوا يعني الحاج بيقعد عندهم ويقول لهم مثلا خلي الحاجه تعمل لنا مثلا حبه رز، حبه شوربه، حته بانيه كده يعني. اما انا بقى ايه، بدوق الاكل ده اشوفه تمام. كويس ولا مش كويس. انا بستحرم بقى وبخاف ربنا، بس اقول استغفر الله العظيم وبدوقه يعني. حاضر حضرتك كده الامانه، هنا كده صح ولا لا؟ ان شاء الله كل خير. وبعدين ابشري حضرتك انا هقول. بقرا اذكار مصلي الفجر، ايوه بس ما بقراش اما بصحى من النوم زي ما حضرتك قلت يعني. انا بصلي الفجر بتصلي الفجر وتقري الاذكار ولا لما لا بتنامي لا، وتصحي؟ بعد ما بقرا تمام وانا نايمه برضه عصير، بس خلاص نمت، ايوه بس بقوم بقى اكمل بقى اعملها من الصبح تاني. هل تمام. كده صح؟ حاضر شكرا. معانا اتفضلي يا استاذه نهله. ايوه يا فندم، السلام اهلا عليكم. عليكم السلام يا استاذه نهله، اتفضلي يا فندم. ايه يا فندم، بصي حضرتك، انا زوجي كان متزوج قبل ما انا اتجوزه يعني، سيده كانت متجوزه قبل منه واحد ومطلقه يعني، وكان عندها اولاد كويس. جه هي توفت، هي توفت، فطبعا زوجي متيسر يعني، عنده شقة شاليهات، عنده فيلا، عنده كده يعني. هي مسكن الزوجية معروف بتاعها، تمام. في بقى شاليه وفيلا هنا وشقة في الغردقة، القصص دي كلها. جه ولادها، طبعا هما مش ولاده يعني، فبقوا من بعد ما توفت وقال لهم روحوا خدوا حاجة والدكم الشخصية، فراحوا دخلوا خدوا كل اللي في الحاجه يعني، سابوا الموبيليا والاجهزه الكهربائيه الكبيره. يا ترى الحاجات دي يعني هي بتاعتهم فعلا؟ الحاجات دي مين اللي جايبها؟ الدكتور يعني زوجي يعني. زوجك جايبها لها الزوج؟ وهو قال لهم روحوا خدوها، قال لهم روحوا خدوا حاجات والدتكم الشخصيه. فلما انا قلت له هي الحاجه اللي هناك دي بتاعتك ولا بتاعتهم؟ قال لي مفيش حاجة بتاعت حد، كل حاجة أنا اللي دافع ثمنها. فدلوقتي هم لما أنا رحت فتحت وبصيت، لقيت إن هم يعني تقريبا سايبين الحاجة على الخشب يعني، موبيليا بس اللي فاضلة يعني، بقية الحاجات مش موجودة. كله اتاخد، ومش من حتة واحدة يعني. أنا ما رحتش منزل الزوجية ما أعرفش في إيه يعني. أنا بتكلم على الحاجات التانية يعني، اللي كان ممكن مثلا هو يعزم واحد صاحبه فيها، يجيب قريبه فيها، كله اتاخد. الحاجات التانية دي يعني في صورة ايه يعني؟ يعني مثلا كيتشن ماشين، اطقم مطبخ يعني، الكلام ده يعني. يعني لموا الجهاز بتاعها كله خدوه؟ مش المنزل الزوجية، اللي في كل حتة. في كل اللي في حتى يعني الحتت دي مثلا باسم ولادي، لا راحوا خدوا كله يعني، سابوه على البلاط يعني، هما سابوه على الموبيليا. جابوا منين المفاتيح والحاجة؟ ما هو يعني الزوج حضرتك اللي قال لهم كده؟ لا هي كانت مع امهم، فخدوها من يعني، وخدوها منها لما توفت يعني، خدوا وحضرتك حاجتها. اتاكدتي ان هم فهموا كلامه صح؟ لكن هو لا يكون قال لهم روحوا خدوا الحاجه اللي انتوا عايزينها، يمكن قال كده؟ لا، ما انا سالته قلت له كذا، قال لي ياخدوا حاجتهم. قلت له طيب، عشان بس ايه، وحاجتهم دي كانت واضحه معروفه ان هي دي بتاعتها؟ لا ما اعرفش بقى. لا بس انا لما سالته قلت له انا مثلا رحت الحته دي ما لقيتش حاجه خالص فيها، فانت اللي قلت لهم روحوا خدوا عشان انا بقى على نور. قام قايل لي ما فيش حد له حاجه في حته، كل حاجه انا اللي طيب جايبها بفلوسي. معلش خلي حضرتك صبوره معايا، هو دلوقتي قال لحضرتك ما فيش حاجه الا كله حاجتي يعني، عايز يقول كده. طب منين كده ومنين هو قال لهم روحوا خدوا حاجات امكم؟ لا هو قصده المتعلقات الشخصيه، اللبس والكده يعني. طب وهو ليه ما لمش اللبس والحاجه دي طالما هي حاجات بسيطه واداها لهم؟ لا بدل هو ما يعني يفتح لهم كل البيوت دي يقول لهم روحوا لموا ما هو متعلقاتهم. المفروض، بس ده ما حصلش،
ما هو ده المفروض، بس ده ما حصلش. هو قال لهم مثلا يعني هو قال لحضرتك تسألي ولا حضرتك اللي بتسألي؟ أنا اللي بسأل، عشان مثلا لو في حاجة فاضلة في حتة تبقى بتاعت مين. بس يعني أنا دلوقتي رحت المكان ده ما لقيتش فيه حاجة، رحت المكان ده لقيت فيه حلتين، دول بتوع مين؟ يعني وبعدين هو حضرتك مش منزل الزوجية، أنا ما بتكلمش على منزل الزوجية، أنا بتكلم على مثلا خمس ست شقق. يا ترى الخمس ست شقق دول يجيبوا عربيه نقل ويفضوا كل اللي فيه ويسيبوا الموبيليا؟ طب ما من باب اولى كانت الموبيليا والله هذا بتاعتهم. السؤال ده اللي يجاوبه زوج حضرتك، يعني مش يعني هو اللي ادرى هي جابت ايه وما جابتش ايه، لان حضرتك نفسك بتقولي انا مش عارفه حاجاتها ايه من دول. لا ما انا سالته على الحاجات، قال لي كله انا دافع فلوسه. لما هو كله دافع فلوس وبعتهم يروحوا يفتح كل البيوت ليه ياخدوا حاجة والدتهم؟ يعني في حاجة غايبة في السؤال ده يا أستاذة نهى. هو الذي يجيب عنها، هو أدرى إيه اللي كان حاجتها يعني. ما أنا لما سألته حضرتك تقصد إيه بحاجتها، قال لي اللبس، الإكسسوارز، الشوز، الشنط، مش عارف ايه، الطرحه يعني. وهو ما خدش موقف تجاههم لما خدوا الحاجه دي؟ ما قال لهمش تعالوا هنا ايه الحاجات اللي انتوا خدتوا حاجات اكتر من المطلوب؟ ما قال لما حصلت مشكله قال لهم انتوا بتزعقوا في حاجات، لما راحوا مثلا لقوا حاجه ناقصه فاتكلموا فعملوا في مشكله، فقال لهم ما الحاجه بتاعتي. ما هي حاجه مش موجوده بس هي اصلا بتاعتي، يعني هي الحاجات بتاعتي انا مش بتاعتكم انتوا. فيعني كانت طيب. جت عملت يعني حصلت خناقه كبيره وبعدين الدنيا هدت خالص، بس انا دلوقتي انا عايزه افهم يعني شرعا او قانونا الحاجه بتاعت مين؟ حاضر يا استاذه نهى، بس شكرا يا فندم، شكرا. نطلع الفاصل وبعد الفاصل ربنا يفتح ويلهمنا الصواب ان شاء الله تعالى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. مرحبا بحضراتكم. الأستاذة إيمان بتقول إن هم الزوج كان إدى لإخواته إن هم يقوموا بعمل الأضحية ويوزعوا الأنصبة، وبعدين بتقول إن اللي طلع للفقراء كان شوية وبعد كده وزعوا الباقي علينا، فهي شايفة إنه ما التزموش تلت وتلت وتلت. وليها سؤال تاني، يعني بصي هي زي ما قلنا قبل كده ونذكر بما قلنا بإنه توزيع الأضحية من جملة المستحبات، إنه يبقى يعني تبقى تلت وتلت وتلت، كل ده مستحب مش يجب. يعني التلت كمان مش مقصود منه يعني انه بالوزن، لا يعني زي تلت كومات كده، كومة لأهل البيت يعني، وكومة للهدايا، وكومة تطلع لله تعالى لأهل الحاجة يعني، وما بيشترطش فيها التساوي في التلاتة، يعني ممكن تبقى كومة أكبر من التانية. يعني ممكن تيجي مثلا عيلة بيبقى عددها كبير، هيطلعوا وهيطعموا وهيطلعوا جزء لله سبحانه وتعالى، ومثلا العيلة عددها كبير فياخدوا. فما تم اللي حضرتك قلتي عليه بالضبط، ده تحققت به السنة وما نعملش مشكلة في الموضوعات دي يا أستاذة إيمان. سؤالك الثاني، إن كنت ملتزمة بالأذكار والتسابيح ولكي ورد في القرآن وبتختمي كل شهر، وبقالك 4 أشهر مش ماسكة مش بتمسكي المصحف. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا مبدأ مهم جدا وهو متوافق قوي مع الطبيعة الإنسانية اللي أحيانا يحصل لها نوع من الملل. أدوم العمل، يعني خير الأعمال إن الإنسان أدومه وإن قل. فلما الاقي نفسي في مرحلة إن أنا في فتور ومش قادرة أجيب وردي زي ما كنت بجيب قبل كده، ومش قادرة أختم زي ما كنت بختم قبل كده، فألتزم القليل، وبدل ما أقطع خالص ألتزم القليل من الأوراد لغاية ما أرجع تاني لحالة النشاط والجد في أن أنا أجيب أورادي كما كنت أنا بجيب. يبقى ولذلك هو من أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، فنلتزم القليل عند حالة الفتور اللي هي من الطبيعي بتيجي للإنسان بين الحين والحين. نذكر برضو بكثرة الذكر
الإنسان يذكر الصلاة والسلام على رسول الله، عموم الأذكار الواردة، التسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التحصينات وقدر طاقتنا لا ننسى أذكار الصباح والمساء. وعايز أقول حاجة، لما يكون لنا عادة في الخير نتكتم، مش أنا بختم القرآن كل شهر، أنا ما نتكلمش كتير في مثل ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم الحفظ والحماية. الأستاذة سميرة هي بتعمل أكل لمطعم معين، فبتقول أنا لازم أدوق الأكل، فبعد ما بدوق بستغفر لأن أنا إيه بتقي ربنا أن أخد حاجة مش مظبوط. يا أستاذة سميرة، يعني هو أنك تدوقي الطعام ده أمر مطلوب عشان تقيسي جودة الطعام، أنا مش هقدر أدي الحاجة ملحها شديد ولا قليل ولا محتاجة يعني تتبيل بشكل معين، كل ده محتاج أن أنا أدوق الأكل. فأنت حاسة بحرج في هذا، ممكن أنا حضرتك صاحب المطعم ده الزوج حضرتك يقول له، أو حضرتك مين اللي بيتعامل معاه، أنه بستأذنكم أن أنا بدوق الطعام عشان تبقوا بس عارفين، مسامحيني في الجزء اللي أنا بدوق فيه ده، وزادك الله حرصا على الخير، وأنا قد إيه يعني سعيدة بالحالة دي، سعيدة بحالة اليقظة والمراقبة، لأن دي حاجة راقية وربنا يتم على حضرتك نعمه. في برضو معانا سؤال لأستاذة نهلة، وبتتكلم ان الزوج كان متزوج زوجة قبلها، والزوجة دي كان ليها كانت مطلقة وعندها أولاد، وبعد وفاتها هو نادى أولادها اللي هما مش أولاده، قال لهم هو عنده أماكن كتير يعني بيوت كتيرة، قال لهم تعالوا خدوا حاجات أمكم اللي هي في البيوت دي، الحاجات المتعلقات الشخصية على حد كلام حضرتك. وهي بتقول أنا روحت لقيتهم مفضين الدنيا، فما بتسألوا، قال لها كل حاجة في البيوت دي أنا اللي جايبها. فهي عايز تعرف الشرع في مثل هذا التعامل كيف يعني يكون. هو طبعا الإجابة بتاعت السؤال ده عند زوج حضرتك، لكن خلينا نميز بين حاجات كده مهمة نقف عندها، إن لابد إن احنا نعرف الزوج اللي هو زوج حضرتك اللي كان متجوزها، يعني زوجته المتوفاة، الزوج ده اشترى الأشياء دي لهذه الزوجة السابقة على أي أساس؟ يعني على أي وجهة؟ هو اشتراها عشان تبقى ليها هدية عطية؟ هتبقى في الحالة دي صارت في ملكيتها، قال لها أنا جايب لك دي حاجتك، ولا كان اشترى الحاجة دي مجرد أنها تستخدمها وبس؟ فلو تملكتها هذه المتوفاة قبل موتها فهي ملك لورثتها. يبقى مفتاح الجواب عندي هنا عند مين؟ عند الزوج. وكونه هو اللي دفع واشترى الحاجة ده مش دليل على بقاء الملكية له إلى الآن بعد وفاتها، لأنه ممكن يكون اشتراها لها على سبيل الهدية، فلو شراها لها على سبيل الهدية صارت من ملكه، تحولت من ملكه إلى ملك زوجته. وأنا بنصح في مثل هذه الأمور بضبط المسائل بعد كده في الحياة القادمة. أنا كمان شايفة إنه الزوج هو صاحب هذا الحق، إما الإنسان ليه حق فيطالب من أخذ ما ليس له ويقول له اديني حقي، يا إما هو أسقط حقه فتنازل لهم عنه. وأنا ميلة للتاني من طريقة السؤال من طريقة الحريق بتحكيه، هو بيقول لك كل حاجة أنا جايبة، ماشي أنت كل حاجة جايبة جبتها لها يمكن على سبيل الهدية، يمكن هو ما قالكيش كده، فما دخلش نفسي زيادة عن اللزوم فيما مضى. خلاص هو لو كان عايز يعمل مشاكل معاهم فيما أخذوه لعمل، فأنا شايفة أن المسامحة أفضل. وإحنا برضو من باب القرآن علمنا ولا تنسوا الفضل بينكم، فالزوج مع زوجته كان هناك أيام كويسة وأيام حلوة وفي فضل بين الزوجين، فما ننسوش وندخل نفسنا بصورة زايدة. صاحب الحق هو الزوج، هو من يبحث عن هذا الحق صاحبة السؤال. يسرى كان ليها سؤال متبقي من أمس بتسأل، هو ينفع أقول دعاء رؤية الهلال في بداية الشهر الميلادي؟ هو الدعاء الخاص برؤية الهلال هو خاص بالشهر القمري الهجري، حتى أنت مفروض أن أنا ببقى واقفة شايفة القمر وأكلم، أدعو وأنا أكلم هذا المخلوق،
فأنا بقى اللي هو القمر، لكن ربي وربك الله. فالأصل إنه للشهر القمري، ومن إن أنا بقوله مع استهلالة الشهر القمري، لكن ليس هناك ما يمنع الدعاء عند بداية الشهر الميلادي به أو بغيره، لا بأس. لكن أبقى فاهمة إنه صيغة الدعاء خاصة بالشهر القمري. صاحبة السؤال الأستاذة يسرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسمول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.